لكن في رجالة اتعودت ان الست تاخد دورها. ده النوع اللي انا بتكلم عنه يا لينا. بالظبط. يعني النهاردة الراجل للأسف في بعض الرجالة لما الست بتعمل حاجة بيقولك ما عارفت تعملها، طب انا اشتري دماغي بقى، كل مرة بقى سيبها لها هي تعملها. بس الست ساعتها احساسها بيبقى مش حلو، لان في الاخر هي اوفرلود عليها ضغط ضغط ضغط، ان هي بتاخد مسؤوليات او بتضطر تتعامل مع عامل ممكن يضايقها بكلمه، يضحك عليها ممكن لو هي مش متودكه يعني، فبالتالي بتطلع عن شعورها في النقطه دي او بتاخد ضغط عليها. ممكن تستغنى عنه في اللحظه دي، عن الراجل، يطلع من حياتها لانه ملوش دور. لو المسؤوليات كترت عليها وهي شايفاه مجرد ان هو سايبها تتحمل مسؤوليات مش عشان هو مشغول بحاجة تانية او متحمل مسؤوليات تانية، بينزل من نظره.